حياكم الله مشاهدينا الأكارم، مشاهدي شاشة السومرية، وحلقة جديدة من برنامج الناس برمضان. حلقتنا لهذا اليوم من منطقة فضوة عرب، هذه المنطقة البغدادية القديمة الشعبية التراثية. يرجع تاريخ هذه المنطقة لأربعينيات القرن الماضي، أن وجدت هذه المنطقة سنة 1940، أي ما يعني فترة الملوكية، الحكم الملكي اللي كان بالعراق. أهلها وناسها الطيبين، المقاهي الشعبية اللي تشتهر بهذه المنطقة. هذه المنطقة أصبحت هي يعني الرقعة الجغرافية المحببة عند الشباب والشياب، ما تقتصر فقط على أهلها فقط اللي يرتادون لهذه المقاهي. لاحظنا قبل بدء التصوير حتى الشباب من بقية المناطق، المنصور والكرادة والعظمية والبياع وحي العامل والدورة، يجون لهذه المنطقة. يجون لهذه المنطقة حتى يحسون برونق بغداد، جمال بغداد التراثي الشعبي. بغداد اللي ما راح نقدر نوصفها بكلمات. بغداد بجمالها، بغداد بطيبة ناسها وأهلها البغداديين. فاليوم حلقتنا راح تكون من فضوة عرب وبرنامج الناس برمضان، حتى نوصل لكم ونشوفكم الأجواء الرمضانية خاصة بعد الإفطار. فراح نتجول بين أهلنا وناسنا طيبين فضوة عرب. أول شيء لرصد هذه الأجواء الجميلة، هذه الأجواء اللي تتميز بها المناطق البغدادية الشعبية القديمة بطقوسها الرمضانية بعد الإفطار. خليهم رمضان كريم حجي، تسمح لنا نقعد يمك؟ ما يخاف، نقعد يمك شوية بالبداية. رمضان كريم أخوان، شلونكم؟ نقعد هنا، يلا شتيدك، ممنون. يا الله ماكو مشكله، راح نبدي وياك حجي ونحكي وياك ونقول لك رمضان كريم. ما اسمع. ما تسمع؟ اي سمع مو تمام. الله يكون بالعون، الله يشافيك ان شاء الله حجي، الله يشافيك. واحنا بس نحب نقول لك رمضان كريم والله يطول عمرك يا حبيبي حجي. شكرا جزيلا لك. يا الله رمضان كريم حجي، شلونك يابا؟ الحمد لله. شنو اخبارك؟ والله خير من الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حجي احكي لي شويه عن طقوس الرمضانيه بمنطقه فضوه عرب. والله فضوه عرب مرتاحه، سيدنا الشيخ كل المنطقه مرتاحه، يعني ما بيها واحد مشعوج، كلها اخوه وصداقه. زينه. اي. طيب. يعني ما شفنا منها بالشيء هذي. زين. حجي موضوع اسم لفظه فضوه عرب، من وين جتي؟ فضوة عرب هاي من زمان الأتراك. نعم. كانت هاي فضوة بيعون بها غنم سوالف حلال. زين. سموها فضوة عرب. تعبر الشارع تلقى قهوة الشكر. قهوة شنو؟ قهوة الشكر. شكر، نعم. إي. قهوة الشكر شلون صارت اسمها قهوة الشكر؟ بزمان بريطانيين كانوا بالعراق. واحد من الكرخ اسمه شكر كتل بريطاني. زين. وين التجأ؟ التجأ لهالمنطقة. سموها قهوة الشكر على اسمه. قهوة الشكر، زين. اي. التجا شاف ولد خوش ولد سوى له قهوة صغيرة، قام يقعدون يم ولد المنطقة وهاي. اي. وين رايح؟ قهوة الشكر. مشت قهوة الشكر، اتمنى للكرادة قهوة الشكر. صار شيء يعني نقطة دالة أو يعني أصبحت يعني شيء معروف معرف. اي معروف. اي. هاي قهوة الشكر، هاي الفضوة كانوا الحلال يجون يبيعون حلالهم هنا. سموها فضوة عرب، يجون العرب فيها كلها. مشت عليها هاي التسمية فضوة عرب. اي مشت. طيب حجي الصفة اللي تميز منطقة فضوة عرب بالأجواء الرمضانية بعد الإفطار عن بقية المناطق، بشنو تتميز فضوة عرب؟ يعني من المناطق القديمة؟ يعني شنو اللي يميز منطقة فضوة عرب عن بقية المناطق بالأجواء الرمضانية؟ والله هي بأجواء الرمضانية هي كلها المناطق الشعبية خير. واحد يحب الأخ، واحد يودي للأخ أكل، واحد يقوم يصلي بمكان يروحون سوية. أي هالشكل هاي فضل الأرض. الله يبارك فيك حجي. الله يخدمك. أنا أشكرك جزيل الشكر ورمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يبارك بك، الله يبارك بك. خلينا نشوف بقية الإخوان، شكرا جزيلا. مرحبا عمو، شلونك؟ شنو أخبارك؟ راح نزحمكم إخوان، رمضان كريم عليكم، الله يبارك بكم. بس هاي زينة هاي. هذا خوش ضارب للبول هذا. شلون قبل لا نروح لعمو خلينا نشوف الاجواء هنا الرمضانيه. يا اهلا وسهلا. مرحبا رمضان كريم. الله يبارك فيك. علينا وعليكم. شو مسوي بها؟ ليش هيك خطيه؟ هذا خطيه، هذا كاكا حمى. شلون؟ كاكا حمى.
كحمة؟ اي من من يقول لي الدنيا باردة لبسه قبوط. هسا انت جنسه وضاب له كمبول. مو هذا هنا استاذي الحكي. هنا الحكي. لا خلها فلت حرامات. والخاطركم اقبل بوين واني الستة. ايش قد هسا النتيجة؟ ايش قد النتيجة هسا حكي؟ اني الستة ينراد لي اوين. ايه يعني نقطة واحدة لوين؟ نقطة واحدة. زين. وهسا هاي نقطتين. هاي راح تطلع، هي راح تطلبها واحد. ايش اسوي لعيني؟ راح تطلبها. ومو هو مو غريب، قرايبي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب حجي، ولو شوي راح ناخركم. نعم. حجي ايدك توصف لي الاجواء الرمضانية بعد الافطار بمنطقة فضوة عرب، شلون توصف هاي الاجواء؟ قلت لي منطقة فضوة عرب. نعم. من تقول لي فضوة عرب يعني تقول لي عن بغداد القديمة. نعم. بغداد عبر التاريخ. كل خلاصة بغداد أقدر أختزل لك يا بمنطقة فضوة عرب. كل مناطق بغداد، كل تاريخ بغداد أقدر أختزل لك يا بهالشارع وبهالبقعة. منطقة للتعايش السلمي، ما صار عندنا طائفية، ما صار عندنا أحقاد، لي حد الآن ما نعرف السني من الشيعي من المسيحي، يعني هاي الأجواء اللي إحنا نعيشها. رمضان يجمعنا، عاشور يجمعنا، كل المناسبات الدينية والوطنية، عيد نوروز قبل أيام يعني أيضا جمعتنا. فشريد أسولف لك عن وشوف يعني مثلا هاي منطقة فضوة عرب يمكن حتى مو على الخريطة، بس من كل الصوب يجون على المطاعم اللي موجودة هنا. هاي موجودة معنا هنا تقريبا 3 مطاعم ولا 4 مطاعم قليلات، المهم مطعمين إلى آخره، بس ما أريد أسوي لهم دعاية، هم أكبر مما أسوي لهم دعاية، يعني يجيبون اللحم الجيد، الشيء الجيد، العمال أخلاقهم يعني. طيب. يعني اختزلت لك بغداد كلها بفضوة عرب. زين حجي، أبو منو؟ أبو حسن. أبو حسن، أبو حسن، الأجواء الرمضانية بعد الإفطار سابقا، نرجع شوي لأيام الشباب، نرجع لجيل السبعينات والثمانينات، شنو اللي اختلف عن الجيل هسه من ناحية الأجواء الرمضانية بعد الإفطار؟ يعني شلون تقدر توصف لي الأجواء شلون كانت قبل وشلون صارت هسه؟ قبل برمضان كان ماكو قوة يخلص الحمى من ايدي، بس هالرمضان ماكو التنفس الصعداء بجيدكم يعني. كحمى انت شنو مسوي؟ يعني ما يقدرون له؟ لا عدس، خل نروح نشوف كحمى، مرخص لك عمر رمضان كريم، خل نروح يوم كحمى، خل نشوف كحمى، راح ناخركم شوي عن الجيم. شوية بس ممنوع، خلينا نشوف الحجي. كمل لعبتك إن شاء الله. هسا راح نشوف الشيء. مرحبا، رمضان كريم. لا خليك قاعد عمو، بالله ما يخاف، ماكو مشكلة، أنا يم أبويا قاعد. سلمك حبيبي. يا حبيبي رمضان كريم، علينا وعليكم إن شاء الله بالخير. الله يبارك ولفاح إن شاء الله حبيب قلبي. حجي فضوة عرب، واحد من يقول اسمها حتى جدة يقشعر. أحسنت، هاي فضوة عرب، هاي أهلها، أهلها الطيبين، أهلها القدامى موجودين، قسم منهم طلعوا، بس الباقين اللي طلع قام يجي يدور على بيت هنا يقعد. الله الله الله. أي والله، إذا هاي المنطقة ما تجي أختها أبد صراحة، هاي فضوة عرب يعني جيبها من باب الشيخ، الباب الشرجي، أهل إيد واحدة، واحد ماسك ويا الآخر برمضان بعاد الأيام. الأجواء هنا حلوة يا أخي، هاي جامع هنا من يأذن شوف الكل سوى، يعني حتى صدق ينفتح. الله والله يسلمك. حجي رسالة بهذه الأيام المباركة بشهر رمضان تحب توجهها للعراقيين والعالم الإسلامي؟ والله احنا قش ما وجه غير، بس أقول للحكومة الله تم متقاعدين. الله إذن احنا مدمرين صراحة، احنا متقاعدين يعني 500 بالشهر، إن ما تطيها سكر وضغط، المرة سكر وضغط، زين بيت أجار مصرف، المهم 500 بحالك ما تخليها. زين يسلمك يكون أفضل من هذا. يعني عندكم عاجل؟ نعم. انتهت داسب هزيمة كاكا حمد. كاكا حمد أغلبك أين لو مالس، بس اريد نعرف اين لو مال اول ما ياخذ. اول مره شنو؟ اول ما ياخذ من عندي شوي تقرب عليه. اول مره يطول بي. اول مره حياته ما غالبني. اذا خبر عادي. اي كاكا حما، ايش قد النقاط؟
استاذي اني هسه 7 ماي 8 هو خلق 3، بس عندي الشهود بانه انا يوميا داسين 3 على السريع. زين هي الشغله من 7 يلعب. اللعب السيت من 7. من 7 نعم. انت غلبت 8. 8 غلبتيت وهذني هم طيحات راح العب وياه جديد. كاكا كاكا يطلبك واحد. يطلبك جيم. هذا 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 صار خبر عاجل. احنا راح نكمل هذه اللعبة، خلينا نشوف هذه المباراة اليوم بين يعني الحجي وكاكا حماد. عرس واوية والله، عرس واوية هاي كل مرة كل مرة يهزم. وقع الزهر هذا. كاكا كاكا الظاهر موضوع الخسارة أثر عليك بصراحة. هسه شوف هسه كمل الحوار نشوف نشوف. شكرا جزيلا عمو، الله يبارك بيك ورمضان كريم. فدوى العمرك، فدوى العمرك، كان يشرفني والله حبيبي. يسلم راسك عمو، خل اقعد يم راح. نعم رمضان كريم عمو. الله يسلمك. الله شلونك؟ شنو اخبارك؟ والله الحمد لله زينين عايشين. الاجواء بعد الفطور فضوه عرب، احنا دا نشوف هسه المنافسه بين الحجي وكاكا حما مشتده. طبعا طيب. طبعا احنا انا منطقتي هنا واهلنا موجودين، بس انا قاعد ببغضه جديده، فيوميا نجي هنا نجي نرتاح. زين. يعني اهليتنا هنا متعلمين، يعني ما نقدر نعوف المنطقه. متعلمين. اللي يشيل منا يبقى لنا نص الليل الله يروح البيت. يعني ما يقدر يعوفه، ما يقدر يعوفه ابدا. زين ما يقدر. اي اي الاصل هي المنطقه. اي تحن عليها، تحن عليها. اي طبعا. الاجواء الرمضانيه بعد الافطار شلون توصفها بالنسبه لاصحاب الشيبه المباركه وحتى الشباب؟ الله يسلمك. والله الاجواء حلوه، بس قبل كانت احسن. اي شنو الاختلاف قبل عن هسه؟ قبل كانت العالم يعني هم على نياتها. وناس تطعم ناس، لحد الان هي موجوده هاي الشغله، يعني لحد الان موجوده. ناس تسال على ناس، اليوقع يوقفوا له، ما يخلوا يعني يحير بزمانه. هي الطيبه العراقيه. عكس مناطق بغداد ما تعرف احد، يعني تقعد بها بس ما تظل يعني تتالف ويا العالم. الا تجي هنا تشوف اهلها. بين اهلك وناس. صحيح. ولو هي كل العراق اهلنا، بس لها غير طابع هاي المنطقه. قبل قليل الحجي حكى لنا تفصيله جدا مهمه. نعم ابو 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 باسم ابو باسم حكى لنا تفصيله كلش مهمه. يقول رغم الامور ورغم الاوضاع اللي مرت على العراق وعلى بغداد، لكن هذه المنطقه بقت محافظه على تنوعيتها، التنوع اللي بيها وناسها، بقت ايد واحده رغم كل الامور. اي صحيح كل شيء. ما يعني كانت يعني موضوع التهجير ولا لا ابد ابد ابد، ما صار فيها كل شيء ابد. ما نعرف هذا شنو ذاك شنو، كلها عايشه سوا. والدليل والدليل انه هسه احنا نلاحظ الاخ كردي اثنيناتهم كراد وقاعدين بميز واحد. هسه لو تطيبيت بالشمال ما يروح. اي انا ابو حسن ابو اسماء. ابو منو؟ ابو اسماء. ابو اسماء يقول لو نطيبيت بالشمال ما يروح، ما يرجع، ما يعوف هاي المنطقه. مو قصة يعني، صدقني أنا من أهل السليمانية، كاكا حمهم من أهل السليمانية، رغم إنه واحدنا يمكن صار له 30-40 سنة ببغداد. لا لكن صدقني هويتنا القومية هوية ثانوية. هاي اللي أقدر أقوله. هذه بصراحة تعتبر رسائل، رسائل هذه لها قيمتها. هسه من تروح يما بشغله يذبي لك اياها، مو يقول لك يعني لا ما عندي هذا الشيء او هذه، لا واحد يقف لله. حتى اذا طبقت المنطقه بيوتنا تراثيه. أي. تراثيه قديمه. الشناشيل. أي. الله. بالضبط الشناشيل والسراديب. السراديب؟ اي اي يعني هي ثانيه بالبيت. سراديب اثنين. اي يعني مناطق حلوه يعني هاي الشناشيل القديمه، بس اكو بيهم فد شوها واكو بيهم لا محافظين بعد عليها. الله يبارك فيك. اي يسلمك يسلمك. شنو بس وين وصل؟ والله طيفه لازم بس ما دبره. ما دبرها لحد الان كاكا؟ كاكا حما شنو موضوعك كاكا حما؟ من قلت لك كمل حوارك كل ما تشوف. كاكا حما خساره راح تكون على الهواء مباشر. هذا جهار بالشيش زين هذا. طيب بس نشوف هاي دوباره زينه. كاكا ابو اسماء
محضر شيء فد اغنيه قديمه بغداديه او سليم فد كلمات حلوه ابو يمامه ابو يمامه ابو يمامه هو ابو البغدادي الله ابو البغد لا عاد راح نروح يمه يم ابو يمامه لا لا بس كله ترى باوع احنا نساعدك لا لا مو ساعدوني انا لا اي اي يلا نساعد نساعد سوا كنا نساعد عمي انا تشك من البك ما اعرف يلا يلا هاي 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 للبغداديين راح تكون هاي الكلمات يلا نسمع يلا نسمع وكنا نساعد يلا يلا واحد اثنين ثلاثة يلا لك شد تقولي فضيحة يلحن ملحن نسمع بعض الكلمات من عندك شش بس لا تصفون لا تعد وراي خل نسمع لنا بعض الكلمات كاكا حبيبي نسمع دوبارة حلوة الدوبارة مرتين دوبارة طيب كمل لعبة الدوبارة و كاكا شوي راح شوي راح نزحم عليك وراح نسمع شوي من هو يكيف يتنفس الصعداء طيب نسمع ايش نسمع اي شيء محضر نعم ذكروني يلا نذكر اي يا الله ايش يا هي اعطيني المقطع طي شوي من عده هربجي هربجي يلا خلينا نسمع جماعه ما حافظي شنو عني خل نسمع هذه هربجي يلا شوية لا يا صديته صديته لا لا أخذ مقتتي يلا صديته 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 تخبيده يا صديته يلا كي نسمع أبو يمامة متصلي متصلي يلا أوكي هسه نسمع أدري يعني هسه هذا ملص مالي هذا الماس لعيون السومرية نتنازل بيه كاكا حمى يعني هذا الخاطر جاسم طيحت لك بلص الخاطر ابو يمامة طيح وهسه الخاطر السومرية الخاطر السومرية وقع له الماس اوكي نسمع والله عمي ترى ما اعرف اغني دندنة هيك بسيطة يلا نعم يلا واحد الله الله نسمع لو تهب نسمات عذبة من الشمال على ضفاف الهور تتفتح دروب لو عزف عنا راعي من الشمال عالرباب يجاوب راعي الجنوب هربجي 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 كرد وعرب رمز نضال الله 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 شكرا جزيلا لك عمو شكرا جزيلا انا احب اسلم عليك شكرا لك الله يبارك فيك بس احنا انا حاب انه اخذ لك وحده نشمرك اياها اذا يقبل ملعوبه 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 حبه ملعوبه شش شنو اللي نريده شش بيش دوسيه يلا هاي الدوسيه هاي الدوسيه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا مع السلامه مع السلامه حبايب شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم وحلقتنا من برنامج الناس برمضان وتحديدا اليوم احنا بفضوه عرب لان احنا ناسنا الطيبين للتعرف على الاجواء الرمضانيه بعد الافطار بهذه المنطقه لاحظنا انه هذه المنطقه تشتهر بالمطاعم الشعبيه كذلك البسطات الشعبيه اللي ذكروها الاخوان قبل قليل انه هي تتميز رغم انه هي شعبيه وبسيطه لكن تتميز بالنظافه الناس اللي تشتغل بهذه المطاعم وهذه البسطات محافظين على اول شيء المواد اللي يستخدموها النظيفه اللي ما سبب له ربما اي ضرر للشخص اللي يرتهي لو يجي لهذا المطعم او هذه البسطيات لتناول بعض الاطعمه او الشراب مثل ما نشوف موضوع اليوم اللبن يعتبر هو عنصر سائل على المائده الرمضانيه لابد انه يكون تمر واللبن على كل مائده رمضانيه بكل عائله من عوائلنا العراقيه الله يساعدك رمضان كريم شلونك اخوي شنو اخبارك الحمد لله الله يبارك فيك شلون اقبال على اللبن والاجواء اول شيء نحكي على موضوع اللبن لبن شنو الاقبال عليه هسه برمضان بكثره يعني لين رمضان وهو يعني شلون نقول ما اول يعني وجبه اساسيه برمضان هسه بكثره عليه هو والتمر اي شنو الانواع اللبن اللي تبيعه او شنو الاكثر لبن اللي يعني تطلبه الناس بهذه الايام اكو نوعيات لو فقط نوع واحد لا هو هسه المعروف هسه هنا عندنا هذا اللبن الضخين هو يسمونه اللبن غنم
لبن شنو؟ لبن غنم. زين. اي. الغنم. وعندك لبن الدواب اللي احنا نسميه الهوش الدواب هذا. اي. فهذا يعني تقول عن خليط كامل. خليط كامل. اي. زين. يعني تجيب بحيث يعني شلون النكهة مالته خاصة يعني. نكهة خاصة. اي. راح نجرب من عندك شوية من هذا اللبن النكهة الخاصة يعني تكون لها لها في الطعم مميز. اي نعم. بهذه الأجواء. طيب موضوع اللبن. تنصح به انه يكون ويا الفطور للصحه موضوع الصحه شيء اكيد لان ما يخليك تعطش ما يخليك تعطش نعم. تسلم يا حبيبي تسلم تسلم يا عمري هذا خطير نعم هذا خطير هذا اكثر من نكهه اكثر من نكهه قلت لك اياها يعني هذا مو يعني هذا غنم ودوب وهواش ومحصاره خاصه من التعسر بحيث شنو مو اكثريات اللي يخلين بي وهاي ماي لا هاي نسبه قليله ماي نسبه قليله الباقي مثل ما نقول براسه اي مو نقول أي. براسه يعني اللبن براسه راسه انه أي. من مشتقات الحب اي من تاخذه انت من تجيبه هو من الدواب من غني من الدواب اي نسوي بها لا ماي ولا شيء نسبه قليله ماي نسبه قليله ماي اي يعني بحيث كل دبة مي ممكن وياها سيت مي بس احنا نشوف انه اكثر من طعم بيها بس احنا نستطعم اللبن صحيح ليمون بعد شنو النكهات اللي بيها هذا هو بس اقل شيء يعني اللبن وليمون اكو قسم لا يرد فوقه نعناع احنا لا ما نخلي بيه النعناع ما نسوي بيه طبعا يخلو طعمه يكون مفيد انه بشهر أي. رمضان اي تنصح به حتى بالسحور موضوع بالسحور اي لان هو ما يخليك تعطش ما يخليك تعطش ما يخليك تعطش هو والرقي يعني رق شنو هسه انت رقي دنشوف وتمر أي. واللبن الرقي شنو فائدته بهذه الايام الرقي ما يخليك واحد ما يخلي واحد يعطش هم يخلي واحد يعطش اي بحيث يعني اذا بالسحور اذا واحد اكل من الرقي زين يبقى يعني الصايم قد ما يشتغل بالنهار ما يعطش طيب فضوة عرب إذا نحكي عن أجواءها اليا ساعة تبقى هذه الأجواء تواصل موضوع السحور نفس الأجواء هذه من بعد الإفطار لو شنو لها أوقات محددة لا لا لحد شو اسمه أذان الصبح يقول لحد أذان الصبح لحد أذان الصبح أي تبقى هذه الأجواء تبقى هاي الأجواء يعني بحيث يعني تستمتع بالناس رايحين جايين كثرة أغلبية إذا تجيها بالثنتين أو بالثلاثة ها راح تلقى اكثر من هاي العدد هنا ما شاء الله ما شاء الله ومعروفه يعني من زمان مو هسه الله يبارك فيك ربي يحفظك شكرا جزيلا ورمضان كريم عليك مره ثانيه عليك شكرا على حسن الضيافه شكرا لك شكرا يا حبيبي شكرا مع السلامه الاكلات اللي معتاد عليها العراقي بالشهر الفضيل شهر رمضان التمر هي يعني يعتبر انه هو اول شيء خفيف على المعده يعني ينصحون به حتى دراسات اللي بمجال الطب ومجال صحة الإنسان تنصح بموضوع التمر خفيف على المعدة خفيف على جدار المعدة ما راح يسبب انتفاخ فهذه الأكلات مثل ما تحدث بها الأخ تحدث بها على بساطة لكن هي مربوطة بالمجال العلمي إنه ما بها أي مضار بالعكس لها آثار إيجابية على صحة الإنسان خاصة بموضوع الفطور معروف إنه معدة الإنسان لمدة أكثر من 15 ساعة هي خالية فما من المعقول أنه هذه المعدة رأساً أنه تجي يدخل لها أكل دسم مثل ما يعني العراقيين معروف عندهم هذا الأمر أنه الأكل لابد أن يكون دسم لكن موضوع التمر يكون بالبداية عند بدء الإفطار صلاة المغرب موضوع التمر هذا ينصح به الجميع حتى تحافظ أول شيء على موضوع المعدة أو ما سبب لك أنه يعني إغماء أو تخمة فينصحون بموضوع التمر واللبن هذه بالنسبة لموضوع الأكلات يعني اللي من المفترض على كل صائم بهذا الشهر الفضيل أنه يتبعها حتى يتخلص من أي إرهاصات أو عفوا أي أمراض أصيبة بهذا الشهر مرحبا عمو رمضان كريم شلونك تسمح لي بعد يمك في دول عمرك رمضان كريم عمو أمين إن شاء الله شلونك أهلا بيك شنو أخبارك والله هو كل الخير الله يديم الخير إن شاء, إن شاء الله. الله الله يديم الخير عليك وعلى العراقيين إن شاء الله عمو شون الأجواء الرمضانية بمنطقة فضوة عرب بعد الأفطار شون تقدر توصفها
شو وصف لك يعني هي. انت ماشي بيها وتتباوع الناس اللي بيها كلهم قاعدين ومرتاحين ونسين. اي حلوه. اي والله حلوه رمضانيات. طيب. اي والله حجي، بما انه يعني احنا اول شيء نتبارك بهذه الشيبه الله يبارك بك، حضرتك انه عاشرت الجيل السابق. نعم. والجيل الحالي، شنو الاختلاف اللي صار بين الجيل السابق والجيل الحالي بالاجواء الرمضانيه؟ اكو اشياء اختلفت، اكو اشياء اندثرت، ونفس الاجواء اللي كانت تمارسوها قبل نفسها موجوده هسه؟ والله ايش اقول لك؟ اقول لك قبل احسن. قبل احسن؟ هواي احسن. من ناحيه شنو احسن؟ من ناحيه الصداقه، بنات المعرفه، العوائل، المحبه. اي يعني العشره بين الناس. اي هذا اللي موجود. حجي اكو سابقا نسمعها من ابائنا واجدادنا، نسمع موضوع الماعون اللي يسويه عائله برمضان. هذا الماعون راح يفتر على الطرف كله، على الحي كله. هذا سولف لي اياه، هذا شنو هاي القصه؟ والله هذه يعني فد شيء هسه ماكو، قبل كان ماكو. يعني انت وقت الفطور هاي دق الباب عليك ولا دق الباب عليك، ما تشوف البيت مالك انترس من اشكال الاكل. يعني بالفطور تحير ايش تاكل يعني، من هذا البيت شكل، من البيت شكل، من البيت شكل. اي والله يعني اي يعني كان كل الزين. يعني نتمنى انه احنا غايتنا انه نذكر العراقيين وجيلنا احنا الشباب، نذكرهم بهذه العادات والتقاليد اللي كانوا يمارسوها البغداديين سابقا حتى لا تندثر وحتى ترجع مره ثانيه. طيب هاي بالنسبه لموضوع الماعون. موضوع الـ شوية احنا شهر رمضان يحب الشباب والشياب يمارسون بعض الالعاب. اكو العاب سابقة كانت موجودة هسه اندثرت. ايه هاي لعبة المحابس، لعبة البات. ايه يعني هاي المحابس كان ماكو في المنطقة اذا ما بيها هذه، كل المناطق بغداد فوق هاي المنطقة كلها كان متروسة من دي ساعة فردوس الى حد الان، كل القهاوي موجودة هي تلعب المحابس. حتى دباوع ماكو. اي ماكو، ما دا اشوف انا هاي، بس بالتلفزيون يطلعوهم. فقط بالتلفزيون. بالتلفزيون، لكن نقول برا اريد اشوف هاي المنطقه اللي كان هي كلها تلعب محابس. كانت يعني هم اي هم اسطوات يعني المنطقه ذولا هم اسطوات مال المحابس. اي كنت تمارس هاي اللعبه حجي؟ مارس انت؟ طبعا انا من صغير. تبيت له؟ لا والله انا بس اقعد وياهم ان شاء الله. اي اي بس انا هذا المحابس مره بيدك؟ ولا ما صارت عندي هاي. لا اي ويشكون بيك؟ اي طبعا اي طبعا اي يشكون. اي الله يبارك. اي حفظك الله يا هلا بك عيني. ويحفظك طول العمر وصحة وعافية ورمضان كريم عليك مرة ثانية. شكرا عيني حبيبي. يحفظك الله. شكرا لك. شكرا لك حبيبي. شكرا شكرا لك. يعني الاجواء بمنطقة بضوة عرب اجواء يعني جدا جدا جميلة. بنلاحظ انه بالذات انه اصحاب الشيبة رجال كبار بالسن تكون لهم فالطريقة بالكلام، كلامهم كله بنوع من التوعية، نوع من الإرشاد. أيضا موضوع المعلومات، غزيرة المعلومات موجودة عند أصحاب الشيبة. مثل ما ذكر رجل قبل قليل أنه تسمية فضوة عرب، فضوة عرب معروفة عند البغداديين هي مجرد أنه لفظة فضوة عرب، لكن من شرحنا تفاصيلها وهي موجودة من أيام الفترة العثمانية، يعني عشرينيات القرن الماضي وثلاثينيات القرن الماضي، فصلها من اجت هذه التسميه، ايضا الرموز اللي موجوده بهذه المنطقه. فاحنا نرتقي نجي لهذه المناطق الشعبيه للتعرف اولا على تاريخها، تاريخ هذه المناطق اللي معروفه عند مو فقط عند البغداديين، لربما عند العراقيين كافه. الوحده الوطنيه السائده لهذه المناطق، يعني نشوف الكردي والعربي ومن الأنبار ومن بغداد ومن مختلف القوميات والديانات قاعدين سوا ويمارسون بعض الألعاب اللي هي تعتبر متنفس لهم. يعني مثل ما نقول يطلعون من ضغط الحياة، العمل والشغل وإرهاصات الحياة اللي يصادفهم بأيام النهار، فيجون لهذه المقاهي أول شيء للتبادل كلام فيما بينهم وممارسة هذه الطقوس. خليكم ويانا مشاهدين الأكارم، لكن نروح فاصل ونرجع لكم. مرحبا اخوان، رمضان كريم عليكم. شلونك اخويا؟ شلون اخبارك؟ شلونك حبيبي؟ شلونك؟ يعني احنا مشاهدينا الكرام برنامج الناس برمضان لاصحاب الشيبه المباركه
كذلك الشباب. خلنا ننزل هنا شباب بلا زحمة عليكم حتى نعرف الآراء والأجواء اللي يمارسها الطقوس اللي يمارسها أصحاب الشيبة وكذلك الشباب. فويانا مجموعة من الشباب نقول لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله يديمها علينا بالصحة والعافية والسلامة. آمين يا رب العالمين. والله إحنا هنا جايين برمضان جايين نشوف الأجواء حلوة هنا نرجع بالصدرية يعني إحنا عم صاحبين خطوة بعيدة. أنت مين جاك؟ أنا من المدينة. من المدينة؟ إيه. تجي الفضوة تعرف؟ أيوه أجي دائما برمضان وكل سنة لأن أجواء حلوة رمضانية. إيه الجنان إفطار هاي وماكو شيء وأمان وعالم مؤدبة ومحترمة. نشكر القوات الأمنية موجودين بكل مكان. طيب. هسه الشباب دي يجون لهذه المناطق الغاية شنو؟ فقط إنه تمتع يعني تمتع على الأجواء لو تمارسون بعض الطقوس. لا يعني تفتار داخل نرجيلة يشوف الأجواء حلوة تفتار. طيب. يعني شيء على حد يقتل أمه تتمشى على عد كفاء طيب. على الفضيل يعني أجواء يعني بأمان تمشي يعني تمشي بأمان. نسوي الأجواء بعد أحلى إحنا. أي. شنو؟ حاضننا فد مقولة شعر أغنية شاعر. يلا نسمع يعني شوية. نسمع شعر. مقطوعة صغيرة ولا وقطع. هيك مقطوعة صغيرة. يلا نسمع. خابط يا وقت ما يصفى بيك الراي تطشن وتلم من العمر خلصته الله. إيه أنا بس حافظ حبيبي حافظها شاعر وشاعر بس هاي أصاب سويا دويا مرحبا أهلا وسهلا علينا وعليكم وعلى برنامجكم إن شاء الله رمضان كريم علينا وتحقيق الأمانة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شلون الأجواء الرمضانية بعد الإفطار سواء في مدينة الصدر إحنا زرناها شفنا الأجواء لكن اليوم نلاحظ ان الشباب دا يجون الاماكن الشعبيه. شنو اللي تلتمسه بهذه المناطق الشعبيه؟ شنو اللي تحس به؟ والله احنا اجواءنا حلوه احنا بالمدينه بس نجي هنا ورا الافطار هنا اجواء البغداديه حلوه نفطر ونتونس وندخن ودومنا تعرف هاي الاجواء الرمضانيه ونسحر هنا ونرجع ونشكر القوات الامنيه على هذا التحقيق الامان وشكرا لبرنامجكم حبيبي اهلا وسهلا. الاخ قبل شويه قال انا شاعر ايه. كان مقطوعة صغيرة من الشعر. أنت حضرتك شنو؟ أمشي أروح. يلا نسمع شعر. قل له ما صحت لي. ما صحت لي. ردت فرصة بحياتي. ما صحت لي. مغيمة وحيل تمطر. ما صحت لي. كان المال عندك. ما صحت لي. وقت فقرك تركض علي. الله. سلام. سانك. حبيبي. جزيلا شكرا جزيلا. صح لسانك. ما شاء الله. يعني الأجواء أجواء أجواء بالفعل في بغداد. بهذا الشهر الفضيل لا تعوق. من ناحية الإيمان فأبواب الرحمة والإيمان مفتوحة كذلك أنه اليوم دي نشوف أنه الكثير من الشباب وأصحاب الشيبة يرتادون إلى الأماكن الدينية لأداء الصلاة لتلاوة القرآن. هذه تعتبر هي أهم أشياء في رمضان. لكن أيضا موضوع الترفيه فهو الترفيه يعني لازم يكون لكل إنسان حتى نوعا ما يتخلص من الضغوط اللي قبل قليل حدثت بيها يتخلص من ضغوط الحياة اللي يواجهها بأوقات النهار خاصة بفترات العمل. رمضان كريم. شلون الأخوان؟ شلونكم حبايب؟ تسمحون أن نقعد يمكم؟ يا الله استريح هنا يمي بلا زحمة. يا الله استريح. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم ان شاء الله اجمعين. الله يبارك. الله يخليك. شلون الاجواء الرمضانيه بمنطقه فضوه عرب؟ اجواء رمضانيه حلوه ان شاء الله وفضوه عرب بالكفاح اجواء كلش حلوه وخاصه الكفاح الفضوه عرب هذه يعني ناس على عاداتها القديمه ناس بسيطه بشكل ناس طيبين بوجودهم بعاداتهم التزمين لحد الان فالاجواء هنا كلش حلوه برمضان من فضل الله وان شاء الله يعم الامن والامان على العراقيين وعلى أمة محمد إن شاء الله وعلى الإسلام أجمعين. آمين زين. آمين يا رب العالمين. حضرتك هنا صاحب مخبز عندك؟ لا يعني أشتغل عامل في هذا المطعم. تشتغل عامل يعني فلوجة. يا هلا الله وديك. بس أنا تقريبا هنا ويا إجوات وعلي صار لي تقريبا 6 سنين أو 7 سنين. طيب. صار رزقي هنا أنا والحمد لله. الله يرزقك من أول. الله يرزق الجميع إن شاء الله. واللي الفلوجة شلونها أهل الفلوجة؟ الحمد لله الحمد لله. شلون الأجواء الرمضانية بالفلوجة؟ كلش حلوة. يعني ولا خلينا نقول العراق بصورة عامة كله حلو. بناس طيبين بالذات يعني هاي المناطق الشعبية الكفاح ولا غيرها. طيب. كلش. أريد نسولف أنا وياك باللهجة مال أنبار.
ما له هنا ما له انبار. صراحه يعني لهجتي مكسره بين انبار بين بغداد، لان انا صار لي بغداد تقريبا من 2012. من 2012 اي فاللهجه تغيرت. تغيرت. اي زين حبيبي المهلب، رمضان كريم عليكم. شكرا حبيبي، شكرا شكرا. مرحبا، رمضان كريم حجي، شنو اخبارك؟ طول عمرك يسلمك حبيبي، الله يبارك فيك. الله على والديك، الله يبارك فيك. قلب انت فضوه عرب. فضوه عرب. فضوه عرب، يعني هذه المنطقه البغداديه الشعبيه التراثيه القديمه تاريخها من ايام الفتره العثمانيه، صح؟ صحيح. اريد نعرف الاجواء عند الشباب اللي يمارسوها بهذه الايام خاصه بعد الافطار، شلون توصف لنا هذه الاجواء؟ هاي الاجواء والله اجواء حلوه، هسه شايفهم كلهم هسه قهاوي دومنا. نعم. ورق عندنا وليد سامراي ابو المحابس. نعم. هسه هسه بدي اتحكم بالتحكيم مال المحب ان شاء الله راح تكون اي. فهو يعني تدري التجواء حلوه، ناس طيبه، ناس فقره، ما عدا شغله بحد يعني يجوا يتونسون هنا، وحتى من يجوا من المدينه من الشعله من الكارخ من الرصافه. الساعه 12 بالليل يبدي عندنا حركه ثانيه من عدل مال الفطور، فالاجواء كلش حلوه. السير هي الحركه الثانيه اللي يعني على السحور تبدي من الساعه 12 لحد 3:30 بالليل او 4 بالليل لحد اذان قبل الفجر. الاذان الفجر بنص ساعه بربع ساعه تخف عندنا تخف بس يعني كل العالم شوفه، حتى يعني ناس غربه امانه الله هواي، يعني مو تجينا من حتى محافظات قامت تجينا ما شاء الله. يعني احنا ولا الصدريه ها شارع الكفاح يعني قديما هي. نعم. منطقه شعبيه ومحبوبه بين من الناس، وناس فقره يعني. ناس ايه ناس اهل طيب وفقره. نعم. فقره في دول عمرك. الله يبارك فيك، رمضان كريم عليك. عليك وعلينا وعلى محمد جزيلة. وعلى العراقيين ان شاء الله. شكرا اجمعين. شكرا شكرا حبيبي. رمضان كريم اخوان، تسمحون لنا نقعد يومكم شويه حبيبي؟ مرحبا، شلون الاخوان؟ رمضان كريم. رمضان علينا وعليك. راح ناخذكم عن الجيم بس ما نشوف اللي نشوف كم صايع الدزيل. منو عنده سجفة؟ ماشي لا عاد خلاص والله انا بشوف تبعها. عندك سجفة ايش راح تسوي؟ انا خسران. ان شاء الله رمضان كريم عليكم. وعليكم. شلون الاجواء الرمضانية بعد الافطار؟ والله حلوه، خير من الله. فضوة عرب، شلون تشوف الطقوس الرمضانية والاجواء الرمضانية بهذه المنطقة؟ شنو تعني لك بها؟ والله تعني كل شيء، يعني شوف العالم، شوف الناس، الاجواء الرمضانيه حلوه، يعني حلوه كلش يعني. طيب نقدر نسمع مقوله، شعر، اغنيه حافظها؟ والله كل شيء محافظ، كل شيء محافظ، كل شيء محافظ. منو تعال انت، تعال تعال هذا هذا شرد شويه شويه يستحي خجول خجولي. يعني هذه الاجواء العاب الدومنا وغيرها تكون لها فد طقوس برمضان ودائما تمارسوها انتم هاي حتى بالايام الاعتاديه؟ لا حتى بالايام الاعتاديه، بس هي لها طعم خاص برمضان. بعد الافطار تنجمع مع الاصدقاء مع الاهل نوبات، يعني لها فجو مميز. لها فجو مميز طبعا طبعا طبعا. اصعب شيء عندك بالدومنا شنو؟ هو الدوشيش خاله برباطه. شلون الدوشيش بس هذا. يعني هذا شنو موضوع هذا؟ طبعا هذا موضوع موضوع هذا عندنا واحد من يشيله يبغى يرجف. هو اللي يرجف ما يقدر. ليش؟ بين على وجه عنده الدوشيش. اذا عندك مثلا بعد ثلاث صايات زينه وياه بالشاشات، هو بس يصير عنده ثلاث جفت قال بابا هيك، قال يا ولد ثلاث جفت قبل ثلاث جفت. واذا لعب لعبه غلط قال يا ولد الحكم ويت بعد ما يقدر. الله يديم هذه الضحكه الحلوه وهذه الاجواء الحلوه. يعني مشاهدينا الكرام، هذه الاجواء اللي نحب نوصلها ببرنامج الناس برمضان، الفرحه والابتسامه على وجوه العراقيين، استبشار بالخير رغم الظروف رغم المصاعب اللي تواجه شبابنا والعراقيين بالمجمل. اليوم الكثير من الشباب العراقي تعاني، لكن احنا نشوف العراقي متفائل خير، الضحكة على وجهه وابتسامته الحلوة وماشي الحياة. أي هذا دليل واضح على أنه العراقي إنسان قوي صبور يتحمل يقضي على كل الصعاب. كذلك أنه مثل ما لاحظنا أنه قبل قليل الأخوان اللي يشكرون القوات الأمنية، نعم نعم نشكر القوات الأمنية، قواتنا اللي احنا نحتمي وهم خيمتنا وسندنا وهنا. فنقول لكم يا قواتنا الأمنية بكافة صنوفكم، رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالخير والبركة، والله يديمكم أن إن شاء الله، ومن انتصار إلى انتصار، وأنتوا زلم ورفعت راس، وكنا
أمل بيكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقات أخرى على حب الله والوطن، في أمان الله. السلام يا طيب حبيبي.